عندما كان العالم منقسما إلى معسكرين في القرن الماضي، كان حلف وارسو يمثل معسكر الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية. عام 1991 تفكك حلف وارسو. منذ ذلك الحين تغيرت بوصلة بولندا الشيوعية من الشرق إلى الغرب، وفي عام 2004 انضمت بولندا رسميا للاتحاد الأوروبي. حقق اقتصادها نموا متسارعا حتى باتت تلعب دورا سياسيا رئيسيا في أوروبا. انسلخت وارسو من عباءة موسكو وظلت خائفة من راعيتها السابقة القريبة جغرافيا، فما كان لها إلا أن تزداد انخراطا مع دول الأطلسي، وأمريكا زادت تحصيناتها في المجر والتشيك وبولندا. 60 دولة تجمعها أمريكا في مرحلة ما بعد داعش تسعى لتشكيل تحالف يدعم أولوياتها مواجهة إيران. وهنا تلاقي الترحيب العربي والدفع ثانيا باتجاه خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهنا تواجه رفضا عربيا. لكن نقاط خلاف كثيرة تواجه واشنطن نحو تشكيل حلف وارسو مضاد لحلف وارسو القديم. بولندا المضيفة نفسها أعلنت الالتزام بموقف الاتحاد الأوروبي الداعم للاتفاق النووي مع إيران الذي انسحبت منه واشنطن. وبالتزامن مع المؤتمر توافقت الدول الأوروبية على تسيير خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، الرابط بين روسيا وألمانيا، والذي يشكل إحدى نقاط الخلاف الكبرى بين واشنطن وبروكسل. سيد الحديدي، العربية.